كيف كون هلا حنروح نشوف هيدي بلازا فيها مطعم اسمه ايس تيست مش بعرفني، هذا تبع شاورما حنجربه. هيك بلازا نبلش نصور كل بلازا ببلازتها، شو فيها شو ما فيها، بس مش حفوت على كل محل بمحل. هي زي ما عم تشوفوها قدامكم، بصير نصور كل وحده شو بتطلع بوجنا. هلا حنبرم على مهلنا، بنحاول ارشيك المحلات بطريقه. طيب انا بلبس سياره، حنعمل البرمجه ماكدونالدز، مبين ان شاء الله يكون مبين، صورة مبينة صغيرة انا ماني شايف مظبوط. هون ماكدونالدز لقدام، كندا بوست، انا على اليمين كندا بوست، بيرجع بعد منا مندرين، دارين محطوط، وهون صيدلية فارماسي، بيرجع طيب هيدي مترو، حد منهم بقلبه صيدلية. هون بيتزا جلوبال بيت فودز، جلوبال بيت فودز تبع الشاورما ما صار. هاي صف محلات ورا بعضه، بيتزا ستيت. هاي شركة تأمين اللي عم تبين هلا، شركة تأمين هاي بدي يجي يأمن سيارته. هاي اول ستيت، هي المطعم اللي انا بدنا نجي عليه. هي ايست تيست، هذا هو المطعم اللي انا بدي انزل هلا لعنده. هات لنرجع نصف هيك من قدام، اوكي هيدي البلازا، هاي تصوير بلازا، بصير صورهم كل وحدة بوحدتها، كل ما تطلع معي وحدة بوجهي بصير صورها. اوكي السيارة وننزل رايحين على هذا المطعم، ان شاء الله يطلع طيب. السلام عليكم. هلا هيدا عنوان المطعم، هيدا هحط لكم اياه بالديسكريبشن بالوصف. سلام، يعني بس حط هيدا عنوان المطعم ببين معكم هيدي البلازا المحلات كلها. باي.